انطلاقة مبشرة للمنتخبات الوطنية بعد بفترة من العثرات على مستوى منتخب الشباب، على مستوى حتى نتائج المنتخب الوطني الأول، على مستوى طبعا المباريات الرسمية. بداية جيدة مع روي فيتوريا على مستوى المنتخب الأول، وأيضا ميكالي في المنتخب الأولمبي. إبراهيم، هبدأ على طول معاك من المنتخب الأولمبي، وكمان أسمع رأيك عن المنتخب الأول بعد التأهل منتخبنا الأولمبي لتصفيات كأس الأمم المؤهلة، وأيضا بعد النتيجة المميزة لمنتخبنا الوطني أمام ملاوي. خلينا نقول ان المنتخب الاولمبي مع ميكالي حقق الهدف المنشود في الفتره اللي فاتت. هو الراجل من اول ما جه بيلعب المباريات الوديه والتحضيريه عشان المباراتين دول، عشان نبقى موجودين في كاس امم افريقيا للهدف الاهم بعد كده، ان احنا نحقق البطوله ونتواجد في الاولمبيات ان شاء الله. الواضح في تجربه المنتخب الاولمبي مع ميكالي لحد دلوقتي ان في تحسن بيحصل تدريجي مع روجيرو ميكالي مع المنتخب الاولمبي. المنتخب كل ما بيتجمع مع كل تجمع بنحس ان في انسجام اكتر ما بين اللعيبه، الافكار بتبدا تكون واضحه اكتر واكتر للاعبين، هو نفسه بيقدر يعرف امكانيات اللاعبين بشكل افضل. المنتخب فيه عناصر كتير جدا مبشره للكره المصريه بعد كده، لعيبه بنشوفها بتلعب اساسيه مع فرقها في بعض الانديه، ولاعيبه تانية مبشره جدا جدا ان هي تاخد فرصه في اقرب وقت. المنتخب فيه قوام اساسي بقى، ميكالي حاطط ايده عليه خلاص، بقى فيه شكل اساسي وتشكيل اساسي للمنتخب، فيه هيكل واضح للمنتخب الاولمبي بطريقه لعب واضحه، حتى لما بتتغير الاسامي اللي موجوده في الهيكل ده ما بتتغيرش طريقه اللعب، ما بتتغيرش الافكار اللي هو ميكالي بيعتمد عليها بشكل كبير. كمان الميزه الكبيره عن ميكالي ان هو دخل كمان عناصر من منتخب الشباب اللي كان سهل جدا جدا ان هو كمدير فني زي ما نقول يتلاشى عنهم بعد اخفاقهم في بطوله امم افريقيا الاخيره، لكن هو نقى منه اللعيبه اللي ممكن تفيده مع المنتخب الاولمبي زي عمر فايد على سبيل المثال، ان هو يستفيد منهم بعد كده في المنتخب الاولمبي، خاصه ان هم لعيبه فعلا مؤهله ان هي تكون موجوده، وان هو في السن ده ما ينفعش نبح اللعيبه على طول ان هم لعيبه مش مؤهلين. المنتخب الاولمبي منتخب مبشر جدا، روجيرو ميكالي تجربه لحد دلوقتي مبشره ان شاء الله ان احنا نشوف معاه الخير في الوقت الجاي، ان احنا نقدر نتاهل للاولمبيات. كمان نجاحاته مع العمر دوت مع الفئه السنيه دي اللي حققها قبل كده مع منتخب البرازيل وقدر يحقق بيه الميداليه الذهبيه والنجاحات الكبيره، يدل ان هو بيقدر يتعامل مع الفئه العمريه دي، ودي نقطه مهمه جدا جدا. في مدربين زي ما في مدربين منتخبات مدربين انديه، ففي مدربين موفقين في فئه عمريه معينه بيقدروا يتعاملوا مع عقلياتهم وبيقدروا يخلوهم يتطوروا ويدخلوا في هيكل واضح. واخد ذهبيه ريو دي جانيرو مع البرازيل 2016 بالظبط، فده كله يخلينا نقول ان السي في بتاعه مبشر، وبدايته كمان مع المنتخب الاولمبي مبشره جدا. حققنا الهدف على مستوى المباراتين، المنتخب قدم مستوى يعني خلينا نستبشر خير في بعد كده، على الرغم ان كان ضغوطات اكتر كمان عليهم بعد اخفاق المنتخب الشباب قبلهم على طول ده بيحط عليهم ضغط اكبر، لكن ان شاء الله انا شايف المنتخب مبشر جدا ونقدر نستفيد منه بشكل كبير سواء في الفئه العمريه دي او ان احنا نستفيد منه من المنتخب الاول بعد كده ان شاء الله.